لازم لو رد واحد لوحده مش قادر باش يعمل حاجة زي يمشي يعمل البرم العملية والأمور الأكاديمية وكسب خدمة حد الوضع في البلاد مخلي أنه الحركة الديمقراطية والتقدمية ضعيفة ومشتتة وكنا بتروح حروب ومن حبة نعمل الخطة ولو كان الحركة الديمقراطية اللي بعدها تلبس سورية بيضاء أنا نتنافس خاطر نحب لما محاولة دم الشمل والجامعة العالية الديمقراطية إلى حد الناس ولا كنا شكوك انتم مرة تسديد مرة مسار مرة قطب مرة اتحاد رئيس التونسي الأخيري هذه الناس على بالنا كل بدنا في الناس أخذ النهار كل واحد يجري ورا ناس ويجي والناس القربات من نقد من نقد من نقد معاكم عشان تبدلوا اسمه يا سيدي ما تهرش نبدلوا اسمه هاي نعمل ولكن في حتى بيادي شلنا بدلنا وعملنا وتعملتنا وتنزلنا وعملنا ومش لازم نقدموا فلان نقدموا دوش بودر يا القائمة وعملنا ما أنا في أكثر الأحيان ما نجعلش هذه على خط العقلية ما زالت موجودة العقلية حتى اللي يجي ما مش يخسر منك مش مش يخسر من البلد مش هو ياخذ لك بقعة ومش ينقص لك وباش بعد يقعد يزحلق فيك الثورة اللي لما تقع هي تقول الحركة الديمقراطية والتقدمية باش تفقد نهار نهارات اللي التشتت بتاعها والعقلية المتحجرة والعقلية الافتكاك المواقع إلى آخره لا تخدم إلا الخصم، الخصم قوي ومتزرع ومتحك وعنده تنظيم شبه عسكري نجم نقولوا إلى آخره ايديولوجي مسكر ويتكلموا معنا وقت واحد منهم يظهر منه خلاف يقولوا فما خلاف زاد في النهضه واحنا ما فما كان خلاف في وسطنا في احزابنا في هذه يظهر كان نداوم في اجتماعات كما هي نلموا بعضنا واحد جاي منا واحد منا واحد نقابي واحد سياسي واحد مستقل والاخر يسار راديكال والاخر اقل الى اخره ونتحدث مع بعضنا ونبداو نقولوا ونتفق ونخرجوا على قلب اتفاق اللي ضروري مواصلة الحوار من أجل هدفه وهو بناء على هو كما حتى كما عملنا ميديا تونس حقيقة لا ميديا تونس نجح في الفترة اللي ترانوها خاطر الراي اللي لم الناس على حتى على أساس ضعيف باش تعمل بكليب مع البلاد حاشتها بكليب يلقاو حد يعطي كليب ونقزوا ايه وهم ضعيف احنا بيدنا معنا كما قلت انا في بلشوا شو تعمل عندك انت زوز هذا وهذا انا خالف انا الظروف خلات اللي معناها العمليه هذه فشلت وش نفت من اصحابها بيدهم كل شيء وانا لقاو حلول مغشوشه لكن توا المطلوع هو اعاده بناء خطب جديد ديمقراطي عادي واسع وما تدخلش فيه الايديولوجيا وما تدخلش فيه سلم تاع درجات الثوريه والتقدميه الى اخره كل حتى اللي مش ثوري ما زالش عنده توا توا لو كان نزلوا حتى كان حداثه برك واللي ما يحبش اربع ساعات واللي يحبش لموا الناس كل هذوما اللي يحب الثوره واللي يحب تبديل الامور الى اخره هذه اللي ظل يقصدها كان انه وصلوا هذيك بالطباع الحركه الحركه النقديه عندها دور اساسي خاطر هي اللي معناها العناصر التقدميه الفاعله معنا عندنا في القاره الاخرى اما اللي قادر يعمل قادر ينظر اثرهم في الحركه النقديه هذوما زاد لازم يكتبوهم ما يلزمش يظهر لهم اللي الحركه النقديه هي اكبر قوه في البلاد والاخرين الكل ما عندهم حتى قيمه ودوك انا نقرر وانت تبعني كان عندك هذه زاد عقليه موجوده في داخل الاتحاد اللي الاتحاد انا نصدر وانت تبع على خاطر الاتحاد فيه برشا عناصر كيف نعلم من اليسار ومن التقدميه ومن هذه حسب رايي
حديثه